مصر برضو قطعت أشواط كبيرة جدا في مجال دعم وتمكين الشباب باعتبارهم عماد المستقبل، وده بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وضع فيها شبابنا في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية. إنجازات كبيرة حققتها مصر في دعم وتمكين الشباب من أجل توفير إمكانيات علشان تحقق لهم طموحاتهم ومساهمتهم في بناء الجمهورية الجديدة. تعالوا نشوف أبرز هذه المحطات. في السنوات الأخيرة حققت مصر تحولات كبيرة في مجال دعم وتمكين الشباب باعتبارهم عماد المستقبل، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم وضع الشباب في مقدمة الاهتمامات الوطنية، وتم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكينهم وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في صنع القرار وبناء مجتمع مزدهر. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة تم توفير آلاف فرص العمل من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات البنية التحتية واستصلاح الأراضي، كما تم توفير مساكن مناسبة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطي معظم المحافظات مع تحسين ظروف السكن للشباب وأسرهم. وفي عام 2016 أطلق الرئيس حواراً موسعاً مع الشباب تحت شعار عام الشباب، وذلك للاستماع إلى أحلامهم ومشكلاتهم وفتح قنوات للتواصل المباشر معهم، كما تم توجيه الحكومة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب لتكون أكثر فاعلية في دعم المواهب وتنمية المهارات. وتم أيضاً إطلاق العديد من المبادرات مثل فكرتك شركتك واسأل الرئيس وحياة كريمة التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية والاجتماعية. كما عملت الدولة على تحسين مستوى التعليم الجامعي والفني وتوفير برامج تدريبية لإعادة تأهيل الشباب الباحثين عن فرص عمل، مما ساهم في تقليل فجوة البطالة وتعزيز المهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى الصعيد السياسي تسعى الدولة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والإداري من خلال برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إعدادهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل. كل هذه الإنجازات تعكس مدى التزام الدولة المصرية بدعم وتمكين الشباب وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، بما يبرز أهمية الشباب كقوة دافعة في تحقيق التنمية والتغيير.